مقرر الكيمياء العضوية Organic Chemistry شابتر السادس Alcohols, Phenols and Ethers المحاضرة التانية من الالكوهولز طيب بنقول ان الالكوهولز are classified into three groups نقدر نقسم الكحولات الى ثلاث انواع رئيسية النوع الاول اللي بنسميه primary الكحول والمقصود بالمرا... بالبرايمري الكحول ان مجموعة ال OH تكون مرتبطة بذرة كربون برايمري او برايمري كربون اتوم يعني ايه برايمري كربون اتوم يعني كربون اتوم ترتبط بربطة وحيدة مع ذرة كربون تانية يعني بترتبط مع ذرة كربون تانية فقط دي بنسميها برايمري كربون اتوم لو الاو OH مجموعه الهيدروكسيد شبكت مع ذره الكربون دي بنسميه برايمري الكحول طيب النوع الثاني بنسميه سكندري الكحول وفي مجموعه ال او OH او مجموعه الهيدروكسيل بتكون مرتبطه مع ذره كربون برايمري برايمري يعني ايه يعني مرتبطه بذرتين كربون تانيين في الحالة دي بنسميها سكندري كربون أتوم ولما الـ OH تربط معاها يبقى اسمها سكندري ألكحول. مثال مثلا الأيزوبروبايل ألكحول. طيب النوع الثالث اللي بنسميه تيرشري ألكحول ودوت مجموعة الهيدروكسايل بتكون مرتبطة بذرة كربون. ذرة الكربون دي تيرشري كربون أتوم يعني مرتبطة بتلات ذرات كربون أخرى وبالتالي بتبقى تيرشري كربون أتم لما الـ OH بتشبك معاها بيبقى اسمه تيرشري الكحول زي كده إيه التيرشري بيوتايل الكحول طيب الخواص الفيزيائية للكحولات عندنا خاصيتين مهمين جدا الخاصية الأولى البويلنج بوينت درجة الغليان بتاعة الكحولات بنقول ان درجة غليان الكحولات بتكون اعلى من نظائرها الموجودة او ذات الوزن الجزيئي المساوي للكحول ودوت ليه بسبب تكوين روابط هيدروجينية في الكحولات تاني خاصية مهمة خاصية السوليوبيليتي وبنقول ان برضو بسبب وجود الروابط الهيدروجينية في الكحولات الكحولات ذات الأوزان الجزيئية القليلة بنلاقيها بتدوب في الماء بكافة النسب أو ممكن نقول لو كانت سائلة إنها بتمتزج مع الماء بكافة النسب ليه؟ لأنها بتكون مع المية ما يسمى بالهيدروجين بوند أو الرابطة الهيدروجينية. والرابطة الهيدروجينية زي ما قلنا تعرفها زمان. الرابطة الهيدروجينية هي بسبب وقوع ذرة الهيدروجين بين ذرتين أعلى منها في السالبية الكهربائية بتكون مرتبطة مع واحد بربطة تساهمية فبتربط مع الآخر بربطة فيزيائية بنسميها الهيدروجين بوند بسبب وجود الهيدروجين بوند في الكحولات دوت عمل تأثير على حاجتين الحاجة الأولى هي البويلنج بوينت وخلى البويلنج بوينت بتاعت الكحولات عالية والحاجة الثانية اللي هي السوليوبيليتي او في بعض الاحيان ميسيبيليتي لو كان عندي سائل بنقول ان الكحولات ذات الاوزان الجزيئيه الصغيره بتدوب او بتمتزج في الماء بجميع النسب